شغال كوره. Morning care. أخذت قطع بسيطة يعني ما كثرت بخصوص إنه خلاص يعني الصيف ما أتوقع إنه مطول، فأخذت كم قطعة كذا صيفية باردة بنفس الوقت عملية وسادة يعني. أخذتها من ستايلي وتجي مرة باردة وكذا وقطنية، صراحة رهيبة رهيبة، أنصحكم فيها. وأخذت إكسسوار للشعر يعني، بس أخذت شيء بسيط زي كذا، هذه مرة ما أستغني عنها أبدا ما أستغني، وربطة زي كذا بس. للأسف ما عجبتني رغم إني أنا أخذتها كذا أصلا قاصدة يعني صغيرة وأسود، بس ما أدري ليش حسيت إنها ممكن تكون، قلت يعني ممكن تكون خيار ثاني، عشان كذا طلبت لي شنطة ثانية وانتظرها توصل. لبس الدوام لأول يوم اخترت شيء كذا بسيط يعني، كذا قميص وتحته تيشيرت قطني كذا لبس بارد. جبت معاه هذا البنطلون نفس الشيء عملي وبارد. أنا مو صالح بنت، قلت لا هو ما عنده خبرة نهائيا، يقول لا لازم يذبح بسوي روح. تعمل في بيت وفي فيلا وفي شغال سواق وغيره. I was so shy, but now that you're here, you're not shy. I'm not shy anymore. The confidence is back. But no, 3 minutes. Walking? Yeah. Oh, no, 5 minutes walking. Tini something? Ni hao. On a scale of 1 to heavy, how heavy is it? 96. الحين برتب معاكم شنطة الجامعة وإيش الأشياء اللي أخذها معي غالبا يعني في الدوام.
طبعا قاعدة أمثل إنها واو خفيفة وزي كذا، وأنا حرفيا يدي انكسرت وأنا لسه داومت. بس مبدئيا كذا راح أسحب على اللابتوب، لأن أتمنى إنه ما يكون في شيء مهم أول يوم، سو لازم أسحب عليه. أهم شيء جالسة أنتظر محاضرتي، الجو حار حار بطريقة لا تعقل، حشرات وصدق إنه سمر. اي حط نفسك دولي، انا ابغى الاول في العالم، وخليك تقارن مع اللي في العالم، لا تقارن مع واحد محلي ولا واحد هنا في الكويت ولا في قطر ولا لا العربي. انا اتكلم عن العالم العربي، كان محتوى عربي. انت قلت الصحه العالم نفس العالم، يعني خل هذا ما حد يعرف كم تقطع عشان نوصل واحد لا أكون عادي حتى بين مجموعة رعاة المواشي. بس كيف تعلمت هذا العلم؟ بالطبع أنا أعتبر اليوتيوب جامعة الحياة الحديثة، يعني ممكن ما تعلم طالب لا ابتدائي ولا متوسط ولا أرقام فلكي. أصبحت صاحب صنف، أصبحت صاحب، يقولون أنهم بدوا ما يفهمون. لا والله أنهم قمة الذكاء، أن حولوا شيء بلا قيمة إلى شيء له قيمة جدا مرتبة. فأنا دائما أقول أنه نستطيع أن نعمل أشياء ثرية إذا وجد العقل، إذا وجد العقل المناسب.